بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا ان شاء الله موضوع كتير مهم وبيشمل مجموعة من unrelated، يعني لا تشترك في شيء الا انه المين تارجت تبعها هو الليفر، وهي هيباتيتس فيروسز. ومن الهيباتيتس فيروسز المشهورة جدا هيباتيتس A و B و C و D و E. طبعا احنا مر معانا اكثر من واحد منهم بالمناسبة. مثلا هيباتيتس A تكلمنا عنه لما تكلمنا عن الانتيرو فيروس، قلنا انه في فيروس اسمه هيباتيتس A، وتكلمنا عن هيباتيتس B فيروس لما كنا بنتكلم عن الدي ان اي انفلوبد فيروسز، وتكلمنا عن الاتش دي اللي هو الهيباتيتس دي او الدلتا لما تكلمنا عن الديفكتيف فيروسز. فجبنا سيره البي والدي في نفس الوقت لما قلنا انه واحد هيلبر للاخر اللي هو الديفكتيف اللي هو الدي. بعدين تكلمنا مرة قلنا انه في نوعين، نعم بالضبط نوعين من الهيباتيتس بينتقلوا عن الفكرة الأورال وهما الـ A و الـ E. Commonly these viruses are known as hepatitis viruses لأن المين تارجت تبعهم هو الليفر. يعني هناك فيروسات مثل إبشتين بار فيروس والسيتوميلو فيروس واليلو فيفر فيروس بيعملوا ليفر انفكشن، لكن لأنه الليفر مش هو الاكسكلوسيف أورغان للإنفكشن بنسميهم مش هيباتيتس فيروس. وهنبدأ إن شاء الله على طول في هيباتيتس A. وهيباتيتس A هو عبارة عن انتيرو فيروس، كنا نسميه زمان انتيرو فيروس 72، مر معنا برضو هذا المسمى، وهو عبارة عن single stranded أو single negative stranded RNA جينوم non-enveloped، ومؤكد إنه non-enveloped بنتقل عن طريق الفيكال أورال روت، وإيكوزاهيدرال نوكليوكابسيد بيتكاثر في السيتوبلازم في تبع الخلايا only one serotype، عشان هيك برضو نجحنا انه نعمل له فاكسين كويس. مالوش اي علاقة انتيجينية ولا تركيبية بالأذر هيباتيتس فيروس. المود اوف ترانسميشن بينتقل فيكال اورال ترانسميشن، والهيومن ار ذا اونلي نون ريزرفوار فور ذس فيروس. الفيروس بيظهر في الستول تبع المرضى اسبوعين تقريبا قبل بدء الاعراض، يعني المريض بينقل الفيروس من البراز تبعه الى الاخرين تمام قبل ما تظهر عليه الاعراض، ولذلك تفشل عمليه ما يسمى بالكوارنتين. بعرفش مر معاكم المصطلح قبل هيك ولا لا. كوارنتين معناها الحجر الصحي، الحجر الصحي، وهو من ضمن اجراءاته عزل المرضى او المصابين بشكل يضمن عدم انتقال المرض منهم الى اخرين. اذا الكوارنتين في هذه الحاله ملوش اي فائدة. ليه؟ لانه قبل ظهور اللي هو الاعراض. Children are the most frequently infected group. ليش طيب برأيكم the most infected group هم للchildren؟ واحد الاميونيتي العلاقة بالايج مظبوط. رقم اثنين هذا المرض منتشر، الاطفال اذا اصيبوا فيه وكبروا تمام مش هيصابوا فيه مرة تانية، اذا الادلتس بكونوا انصابوا فيه وهم صغار فبالتالي هم protected. Children بدكم تعرفوا انه فئة معرضة اكثر من غيرها للامراض المارية لمجموعة كبيرة من الاسباب ذكرت لكم انا منها اللي هو الـ age related immunity، يعني العلاقة بالمناعة نفسها. هايبر اكتيفيتي، عندهم نشاط اكثر من غيرهم من الاعمار الاخرى. رقم ثلاثة they do not observe، بكلمة observe يعني لا يلتزموا، مش معناته لا يلاحظوا، لا يلتزموا بالعادات اللي هي النظافة الشخصية مثل غيرهم. لذلك بنلاقي انه بالفعل among children الفيكال اورال ترانسميشن للبارازايتس او الفيروس بيكون اعلى من اللي هم الفئات العمرية الاخرى. المرض غالبا منتشر في تجمعات مثل مخيمات صيفية summer camps او boarding school. كلمة boarding school هي المدارس الداخلية. ايش يعني المدارس الداخلية؟ يعني الطفل بروحش وبروح كل يوم على المدرسة، وإنما بيذهب إلى المدرسة بيقعد له 5 شهور 6 شهور وبعدين بيأخذ له إجازة وبيرجع مرة تانية، هذا يسموها مدارس داخلية أو boarding schools. Most common source of infection هو contaminated water أو contaminated food، وهذه سمة من سمات مين الفيكال أورال ترانسميشن. لكن هنا في إضافة مهمة، في بعض البلدان اللي بتتعامل مع الأويستر، الأويستر اللي هو المحار، والمحار
بتعرفوا عبارة عن غذاء يعني popular في كتير من البلدان، وتنميته بتتم بعرفش عندكم فكرة عن كيف بينموه هذا، بيستزرعوه ولا ما عندكوش فكرة؟ بيجيبوا حبل طويل وبينزلوا منه حبال في المية. البيوض تبعت الأويستر بتلزق في مين؟ بتلزق في الحبال وبتفقس وهي ملزقة في الحبال، وبتاكل وبتتغذى من المياه اللي حواليها وهي ملزقة في الحبال وبتكبر، وبعد ما بيخلصوا بياخدوا الحبل بيطلعوه وبنزلوه في هالصندوق وبودوه على السوق أو للتخزين أو للتصدير. فهي تجارة، وفي بعض البلدان اقتصادها مثل اليونان اقتصادها كتير مبني على اللي هو التنمية أو استزراع الأويستر. فلما يكون الأويستر منمى في مياه ملوثة ويؤكل هذا الأويستر مش مطبوخا، يؤكل نيئا يعني بدون ما تعرض لحرارة، ممكن يكون أحد أهم أسباب نقلها في بعض البلدان. الـ HAV أو Hepatitis A فيروس عادة لا ينتقل بالدم، والسبب في ذلك الجملة اللي وراها إنه لم يلاحظ نسبة كبيرة من الفيروس في الدم. يعني الفيريميا بتكون مالها قليلة في الدم، ضعيفة. طيب حتى ناخد فكرة عن الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الحشرات. يعني بعوضة بتاخد وجبة دم، قديش وجبة الدم اللي بتاخدها؟ قطرة، مظبوط؟ قطرة قديش يعني قطرة بال very small volume، صح ولا لا؟ عشان تقدر تنقل المرض من إنسان إلى إنسان أو من حيوان إلى إنسان لازم يكون مستوى الفيروس في الدم مرتفع جدا، بحيث إنه القطرة هذه مضمون يكون فيها عدد كبير من اللي هو الفيروس. إذا فهمنا ليش بعض الفيروسات ممكن تنتقل أو تنقل الحشرات الفيروس من إنسان إلى إنسان أو من حيوان إلى إنسان أو العكس، لأنه المستوى تبع الفيريميا بيكون ماله مرتفع جدا. هذا low level. chronic infection does not occur، ما بيحدثش أنه يصير في أنه يتحول الأكيوت إلى chronic، غالبا بيشفى تلقائيا خلال فترة وجيزة من أسبوعين لثلاث أسابيع أو أربع أسابيع. عملية الإمراض لهذا المرض مش كتير واضحة، لكن الفيروس بقولنا أنه ممكن يكون بيعمل replication في الجاستروانتستينال تراكت، وإحنا اتفقنا أصلا انه it is shedded even before the symptom has appeared. اذا في replication في الجاسترونتستينال تراك، بعدين بيروح على الدم كمان مرة ومستويات مالها قليلة، وحنعرف او حنحاول انه نفسر ليش مستواها بيكون قليل في الدم، لانه بيظهر IgM. والIgM انتو عارفينه هذا عبارة عن pentamer يعني خمسة antibodies في بعض، خمسة كل واحد منهم عنده اثنين antigen binding site، وبالتالي الواحد بيرتبط بمين؟ بعشرة فيروسات تقريبا، وهذا بيعمل clearance سريع للفيروس من اللي هو الدم. بعد ما الفيروس بيروح على الدم بينتقل الى الليفر، وغالبا الفيروس هذا لو نميناه في cell culture بيعملش cytopathic effect، يعني الليفر سيل ما بتتدمرش من مين؟ من الفيروس. بتدمر من مين؟ من cell mediated immunity. كمان مرة وأكد لكم أنه هذا التدمير هو لصالح الليفر، بمعنى لو ترك الفيروس بدون ما نهاجمه بالسيتوكسيك تي سيل غالبا الليفر كله حيصير فيه انفكشن، وبنعرفش الأوتكم إيش حصير فيها في الآخر. إذا الدمج ناتج عن مين قلنا؟ عن أتاك باي سيتوكسيك تي سيل. كمان مرة الانفكشن is cleared، the damage is repaired and no chronic infection issue، يعني ما بيتبعهاش عدوى مزمنة، والليفر بتحسن بيرجع كنورمال كما كان في السابق. Hepatitis caused by different viruses cannot be distinguished pathologically، يعني لو أخذنا قطعة من الليفر وديناها على histopathologist قلنا له شوف لنا إيش التغيير اللي صار في A وفي B وفي C وفي D وفي E وفي G كمان، حيقولنا أنه both أو كلهم all have similar destruction morphology. السبب انه المدمر هو واحد، من هو المدمر؟ السيتوكسيك تي سيل. اذا ما فيش امكانيه نميزهم عن بعض باثولوجيكال. الاميون ريسبونس كما ذكرنا لكم مينلي اي جي ام، وهذه فيها دلالتين. الدلاله الاولى زي ما حكينا لكم بيعمل كليرانس من الدم بشكل سريع. رقم اثنين انه انا بقدر استخدم الاي جي ام الان كمؤشر على وجود active infection، وهو الحقيقة الفحص المتوفر الآن
الكشف عن هيباتيتس A. اذا بنكشف عن هيباتيتس A بنكشف من خلال مين؟ البحث عن الاي جي ام تبع الهيباتيتس A. وهو كما ذكرنا هو المستخدم كمان في وين؟ في اللابراتوري دياجنوستس، وغالبا بيكون موجود. يعني لما الطفل او المصاب بيكون عليه اعراض الهيباتيتس، ايش اعراض الهيباتيتس اهمها؟ اصفرار لونه اصفر. باي ذا تايم اوف جاوندس، تمام، انه يكون جاوندس عنده موجود، لو جينا فحصنا بنلاقي الاي جي ام موجود، فهو مناسب للكشف عن هذا الفيروس. طبعا احنا ممكن نستخدم كمان الاي جي جي لكن بنفس الطريقه اللي هي الفور فولد انكريز. يقول الابيرنس اوف اي جي ام از فولد باي او فولد 1 3 ويكس ليتر باي ذا برودكشن اوف اي جي جي انتيبوديز. الاي جي جي انتيبوديز بيتبع الاي جي ام لكن بياخذ فتره طويله. Which provides lifelong protection. إذن مين المسؤول عن الحماية المستقبلية؟ هو الـ IgG. The clinical findings زي ما حكينا لكم كل الهيباتيتس have similar clinical manifestation. تتلخص في fever, anorexia, nausea, vomiting, jaundice. وهذه كلها typical للهيباتيتس. كمان بالإضافة إلى ذلك المرضى بيلاحظوا إنه في عندهم dark urine و pale stool. البراز بيكون باهت بينما اليورين بيكون very dark. بالنسبة للفحوصات بتعرفوا الليفر فانكشن تيست ALT و AST، ايش بيسموها دولة؟ ترانس أمينيزز. اذا بيصير في elevation في ترانس أمينيزز، ويعني الليفر فانكشن بتكون معناها في هذه الحالة يعني down، لانه في destruction للليفر سيلز. Most cases resolve spontaneously in 2 to 4 weeks. Average يعني قديش؟ 3 أسابيع تقريبا. Hepatitis has a short incubation period من 3 إلى 4 أسابيع بالمقارنة مع مين؟ مع other hepatitis viruses. لكن لو جينا قارناها مع الرشح 1 day to 2 days، ولا لا؟ الإنفلونزا 3 to 5 days. يعني نتكلم على short incubation period in comparison to other hepatitis virus. احنا ذكرنا اعراض hepatitis A لكن ما ذكرنا معلومة بتقول انه most infection with hepatitis A virus are asymptomatic and only detected by the detection of IgG antibody. مين بروح بيعمل الفحص لحاله وهو مش عيان؟ محدش. يبقى كيف نكشفها؟ كمان مرة من خلال دراسات، من خلال سيرفي، بنعمل سيرفي لمجموعة من الناس بنلاقي عندهم IgG. طب انتوا اصبتوا في تاريخكم بجاوندس؟ لا، ما كان عندنا جاوندس، وبالتالي هذا تعبير عن مين؟ عن asymptomatic infection. No chronic hepatitis or chronic carrier states. وطبعا احنا بنأكد عليهم هدول المعلومتين عشان نميزهم عن مين؟ عن hepatitis B و C اللي بيمتلكوا هاتين الخاصيتين، انه بتحولوا لكرونيك هيباتيتس او كرونيك كارير استيت، وكلاهما مؤهل الى البند الاخير اللي هو الهيباتوسيلولار كارسينوما. اذا ما فيش كرونيك انفكشن ولا كرونيك كارير استيت ولا في عندي هيباتوسيلولار كارسينوما. مرض خفيف لطيف بيصيب المريض 2 أسابيع أو 3 أو 4 حد اقصى وبيشفى تلقائيا. يعني الاطباء ما بيعطوا علاج وانما بيعملوا بعض النصائح المرتبطة بالتغذية، يعني عشان ما يرهقوش الكبد الذي يعاني في هذه اللحظة بيقولوا له كل بعض المأكولات التي لا يعني ترهق اللي هو الكبد. لكن ما فيش antiviral treatment زي ما هنشوف كمان شوي. الـ detection of IgM هو المين diagnostic tool، اضعف منها اللي هو الـ IgG. السيل كلتشر بوسيبل، لكن ما دام في فحص بسيط زي الاي جي ام وفعال، وانتم عارفين الاي جي ام معناته الان في انفكشن مش زي الاي جي جي فهو فعال، وبالتالي لا داعي ان نعمل سيل كلتشر ايزوليشن في هذه الحاله. نو انتي فايروس ثيرابي كما ذكرنا. الاكتيف ايميونايزيشن هو الان الحل للبريفنشن، والاكتيف ايميونايزيشن بيحتوي على الفيروس المحتوي او المنمى، يعني الفيروس اللي موجود في الباكسين هذا نميناه على هيومن سيلز وكاثرناه وبعدين قتلناه بالفورمالين، عملنا له انكتيفيشن بالفورمالين. اذا هو كيلد فيروس. بيعطى بشكل جرعتين، جرعه الان
وجرعة بعد 6 شهور أو 12 شهر، يعني من 6 شهور إلى 12 شهر كجرعة يشملها دائمة. إذن only two doses، ولا يوجد توصيات بإضافة أي جرعات إضافية أخرى. إذن هو فقط two doses، واحدة followed by a booster 6 to 12 months later. الفاكسين لمين يعطى؟ يعطى لفئتين أساسيتين وفئة ثالثة مهمشة عندنا طبعا مش مورد الحمد لله. ترافيلرز اللي هم اللي بيسافروا إلى بلدان نامية اللي فيها يعني المرض منتشر، ولو لم يكن قد أصيبوا في السابق، لم يكن إنهم هم نفسهم الأشخاص دولا ما انصبوش في السابق. For children ages 2 to 12 to 18 years old، إذن من سنتين إلى 18 سنة الأطفال، والفئة الأخيرة اللي هي اللي قلنا لكم عنهم الهومو سيكشوالز. الآن في المقطع الأخير في اللوحة نتكلم عن حاجة مهمة أو مفهوم مهم. إذا أنا عندي 5000 طفل شهريا قلنا في قطاع غزة على سبيل المثال، سنويا بيطلعوا قديش؟ 60,000. 60,000 يعني بدي 60,000 ضرب 2 لما جرعتين ضرب 2 يعني قديش صاروا؟ 120,000 جرعة من الفاكسين. لو كانت الجرعة ثمنها مثلا $20، احنا قلنا المرض كان موجود ومنتشر وما زال موجود، يعني انو احسن اعطي الفاكسين هيك هاب هازارد ولا اعمل فحوصات للناس؟ واللي بيطلع عنده بوزيتيف انتي بودي ايش بنقول له؟ ما تاخذش اللي هو الفاكسين. الفحص اذا كانت تكلفته $5 والفاكسين مثلا $20، فانا بكون وفرت قديش؟ $15، وما اعطيت الشخص فاكسين بدون داعي. هذه اعتقد انه وايز بوليسي، انه الانسان يفكر فيها بشكل جيد، وهذه هي التوصية اللي موجودة في اللوحة اللي امام. في فاكسين عملوه جديد اسمه توينيركس، والتوينيركس هذا عبارة عن مزيج بين هيباتيتس اي وهيباتيتس بي فيروس، ما بيختلف عن التنين فرادة، اللهم انه احنا جمعناهم مع بعض، يعني اللي كان موجود لحاله حطيناهم في وان فايل واستخدمناه. في كمان حاجة اسمها passive immunization. الpassive immunization ان نعطي immunoglobulin. بقولنا هل بينفع ان نعطي immunoglobulin في حالات الهيباتيتس اي فيروس؟ وانا نعم، لو كان واحد متوقع انه صار اكسبوجر له، تمام؟ كيف بتوقع انه صار له اكسبوجر؟ بانه واحد من اللي حواليه، تمام؟ صار عنده الاعراض تبعت هيباتيتس اي وتم تشخيصه انه هيباتيتس اي، فممكن يعطى كوقايه او ممكن يعطى للمرضى انفسهم تو ميتيجيت، وكلمه ميتيجيت يعني يخفف، تمام؟ للتخفيف من، احنا مش قلنا من اسبوعين لاربع اسابيع على سبيل المثال وفي اصفرار وفي انوركسيا وفي فيفر وكذا، هذا الاميونوجلوبولين ممكن يخفف اللي هو من حدة الأعراض للمرض. إذن for prevention and treatment ممكن نستخدم اللي هو passive immunization، لكن الحقيقة الخطوة الأهم على الإطلاق في prevention هو الصحة العامة. يا جماعة الصحة العامة والproper sewage disposal، proper personal hygiene، proper hand washing، هذه كلها من شأنها أن تخفض عدد حالات الإصابة بالأمراض المنتقلة من الفيكال أورال إلى أعداد منخفضة جدا. خلصنا هيباتيتس A. هيباتيتس A بأربع كلمات بسيطة: فيروس مؤلم مؤذي لكنه غير خطير with no consequences، يعني ما فيش عنده في الآخر تبعات صحية زي هيباتيتس B و C. نيجي الآن للهيباتيتس الخطير اللي كلف العالم بليارات الدولارات على الأقل حتى نقوم بفحص المتبرعين بالدم، مظبوط؟ وجزء من أي متبرع في الدم لازم نفحص له هيباتيتس بي وسي وإتش آي في بالإضافة إلى بعض الفحوصات الأخرى. من خصائصه أنه بينتمي لعائلة اسمها هيبادنا فيروسز، وتحت أي صنف درسناها إحنا هذه دي أن أي انفلوب فيروس. It has a 42 nanometer enveloped virion. ومدام انفلوب يبقى مستحيل ينتقل زي أخوه اللي قبل قليل، مظبوط؟ لن ينتقل عبر الفيكال أورال روت. A
عن إيكوزا هيدرا النوكليوكابسيد، وهذا الغرابة الأخيرة من أغرب الفيروسات، إنه عبارة عن partially double stranded DNA genome، لأن المفروض إنه circular تمام ودبل ستراند، يعني بذكرنا مين بالبلازميد، بذكرنا بالبلازم، لكن من طرف باللقيه مش مرتبط مع الطرف الآخر، الطرف الثاني overlapping، يعني المفروض إنهم يكونوا هيك ملتقين، هذا عامل overlapping، وبالتالي هذا بنسميه partially double strand، مش كله double strand. يبقى هاي وجه غرابة في هذا الفيروس، إنه قلنا partially double strand. في كمان شغلة تانية غريبة فيه، إنه في عنده reverse transcriptase، وأنا كنا نظن إنه فقط مين اللي عنده reverse transcriptase، اللي الريترو فيروس زي ال HIV وال HTLV1 and 2، لكن لقينا عنده هذا لا. واللي أغرب من ذلك إنه الإنزيم بيمتلك صفتين، DNA dependent و DNA dependent activity، RNA dependent و DNA dependent activity، يعني هو إنزيم بيشتغل بطريقتين، فريفرس ترانسكريبتيز هذه RNA dependent، وفي DNA dependent polymerase مش هو double stranded، فبيشتغل على single strand، بيشتغل على مين؟ على double strand. إذن هو بالفعل فيروس بيستحق منا إنه نهتم فيه. رقم ثلاثة في الغرابة، المفروض إنه الفيروس يركز على إنتاج نسخ منه هو، صح؟ الآن بنلاقي هذا الفيروس بينتج نسخ إضافية، قشور من غير قشور، من غير مادة وراثية جوا، وهذه غريبة في الفيروسات، صح؟ من غير مادة وراثية، قد تصل نسبة إنتاجه للقشور بالمقارنة مع المادة الوراثية 1000 إلى 1، يعني واحد فيروس حقيقي والألف إيش معناه دولة قشور شيلز، يعني حاجات فاضية مكونة فقط من حاجة اسمها سيرفيس أنتيجين. طبعا هذه يعني قد يكون إلها برضو حكمة في الفيروس، يعني ما أنتجهاش هكذا هبازر. أعطيكم مثال صغير، السيرفيس أنتيجين اللي هو بيغطي الفيروس هو نفسه المكون للشلز الفارغة هذه 1000 لواحد. الآن لما جسم الإنسان يتعرف على الأنتيجين هذا ويكون له أجسام مضادة، الأجسام المضادة بدل ما تهاجم الفيروس تهاجم مين؟ بتهاجم الشلز الفاضية هذه وبترتبط معها. إذن هو قاعد بلقط الأنتي بوديز من وين؟ من الدم، من الجسم، فهي طريقة ذكية لخداع اللي هو الجهاز المناعة، فهذا هو المخلوق الصغير الذي لا يعي شيئا يستطيع أن يناور ويحاور مع جهاز المناعة. طبعا بينجح أحيانا وبيفشل أحيانا كما كل الأسلحة الدفاعية والهجومية. إذن فيروس غريب بكل المعايير. من قلنا أنه من أهم الأنتيجينات الموجودة فيه اللي هو السيرفيس أنتيجين، ويجب أن تحفظوه جيدا، خذوا بالكم هيباتيتس بي فيروس وسي فيروس لازم تكونوا عارفين عنهم معلومات منيحة، لأنهم هم مسار التستنج المستمر أو الروتيني في المختبرات. عند سيرفيس أنتيجين بسميه HBSAG هيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين، وعندها هيباتيتس سي كور أنتيجين، وعندها هيباتيتس إي أنتيجين. إذا في عندي سيرفيس سي عفوا أس وسي وإي، السيرفيس اسمه سيرفيس، الإي والسي موجودين وين؟ في الكور جوا جوا الفيروس، بينما الأس بيكون موجود على مين؟ على السيرفيس. طبعا ليش أنا بركز عليهم هذولا؟ بركز عليهم لأنهم هذول يعتبروا ماركرز، وأول مرة بتكلم عن ماركرز في السيرولوجي. الآن بدي أفهم وجود هذا إيش بيعني، وجود هذا أو غياب هذا إيش بيعني، فبالتالي هذولا بنسميهم إحنا هيباتيتس ماركرز، بالإضافة لمين؟ للأنتي لكل واحد من هذولا، أنتي اتش بي سيرفيس أنتيجين، أنتي بي أنتي اتش بي كور أنتيجين، أنتي بي أو أنتي عفوا اتش بي اللي هو الإي أنتيجين. يبقى الأنتيجينات والأنتي بوديز تبعونهم هذول يعتبروا اسمهم هيباتيتس ماركرز أو هيباتيتس بي ماركرز. يعني مثال صغير عشان نفهم المسألة، وكتير بيجونا ناس بيسألوا العريس عنده تشخص عنده هيباتيتس سيرفيس أنتيجين، لو تزوج تمام هل ممكن ينقل زوجته المرض ولا لا؟ بنقدرش نجاوب
مباشرة إلى نعمل الماركرز. إذا لقينا عنده الكور أنتجين موجود بنقولهم آه بينقل المرض. بينقل إيش سمينا هذا إنديكيتور في إيش؟ ترانسميسيبيليتي، يعني ممكن إنه ينتقل المرض من إنسان إلى إنسان. إذا الهيباتايتس تختلف عن الأذر فيروسز بإنه بنتعرف على الأنتيجينات تبعتها وعلى الأنتيبوديز تبعت الأنتيجينات عشان نفهم كمان مرة الكيس ديفينيشن أو الستيجز اللي بيمر فيها هذا المريض. هذا تشبيه يعني بسيط زي ما حكينا إنه هذا partial double stranded DNA، هذا اللي هو DNA polymerase والكور الاي انتيجين. لاحظوا وين الانتيجين موجود؟ بين الانفلوبين اللي هو الكور، بينما الهيباتايتس بي كور انتيجين موجود في الكور نفسه في الداخل. طبعا السيرفس انتيجين اللي هو الموجود على وين قلنا؟ على السطح. اتفقنا انه في الكور في دي ان اي ديبندنت دي ان اي بوليميريز، وفي فور جينز مهمين جدا لازم نتعرف عليهم. واحد خاص بالاكتيفيشن للفيرال ترانسكريبشن، مر معانا في السابق تو جينز مهمين جدا، واحد اسمه تات، ذكرين تات وتاكس. تاكس وتات هذول كانوا موجودين، واحد في التات في الاتش اي في والتاكس في الاتش تي ال في، وقلنا هذول الاثنين ترانسكريبشن اكتيفيتورز. بس التات كان للفيرال ار ان اي والتاكس كان للفيرال اند سيلولر ار ان اي، هو السبب اللي عزوناه انه هو بيكون كارسينوما او لينفوما، تمام، بيسبب سرطان في الدم. هذا ايضا الاكس بروتين بيعمل اكتيفيشن لمين؟ للفيرال ار ان اي ترانسكريبشن اللي هو هنا يا بنات شايفينه الاكس بروتين. في عندي سيرفيس انفلوب بروتين اللي هو السيرفيس انتيجين، اللي حكينا عنه سيرفيس انتيجين، الكور نوكليوكابسيد بروتين والدي ان اي بوليميريز اند اكس بروتين. اذا الاربع جينات الرئيسيه هي هم اللي ذكرناهم الان. الدي ان اي بوليميريز اللي ذكرناه بنات قبل قليل قلنا انه هاز بوث ار ان اي ديبندنت وبين قوسين ريفرس ترانسكريبتيز اند دي ان اي ديبندنت اكتيفيتي. هذا الانزيم يتناسب مع طبيعه مين؟ مع طبيعه الماده الوراثيه اللي موجوده في هذا الفيروس. ايش هي طبيعه الماده الوراثيه؟ بارشلي دبل ستراند، يعني في جزء منه شماله سنجل ستراندد. فسنجل ستراندد عشان يتحول لدبل ستراند ايش بده؟ بده ريفيرس ترانسكريبتيز. في هذا الحال الالكترون مايكروسكوبي لاحظنا مجموعه مختلفه من البارتيكلز لهذا الفيروس اللي ذكرنا لكم اياهم. واحد منهم 42 نانومتر اللي هو الفيروس اللي احنا وضحنا لكم صورته قبل قليل، وواحد 22 سفيرز 22 نانومتر يعني ايه؟ اصغر من 42 نصفه تقريبا، وفيلامنتس طويله لكن الويدث تبعها برضو تقريبا قديش؟ 22 نانومتر. هذول البارتيكلز كمان مره ثلاثه فيروس حقيقي، والتنتين هذول عباره فقط عن سيرفيس انتيجين، لا يوجد لديهم اي ماده وراثيه. الفيلامنتس اند سمول سفيرز تو فيريون از قديش قلنا البرسنتج؟ من 1 إلى 1، يعني الفيريون 1 مقابل 1 من هذولا. طبعا بما انهم بيحتويش على مادة وراثية يبقى هم لو انتقلوا للإنسان غير معديين. هاي شكل بوضح لنا الثلاث أشكال اللي هو الفيروس بارتيكلز الكاملة، والسفير اللي بتشبه الفيروس لكن حجم ايش ماله صغير، والفيلمنت اللي حكينا عنها فيلمنت طويلة، وكلهم مكونين كمان مرة من سيرفيس أنتيجين. بالنسبة للسيرولوجي تبع هذا الفيروس، for the purpose of producing vaccine we consider it is composed of only one antigen، يعني one type stable اسمه surface antigen، تمام. وكل الهيباتيتس فيروسز بي هيباتيتس بي فيروسز تحتوي على one common hepatitis surface antigen، لكن for the sake of epidemiology، ايش يعني epidemiology؟ يعني مثلا عندي انا حالات هيباتيتس بدي اعرف من وين مصدرها، بنشوفها في المرضى، بنشوف السيرولوجي تبعهم الجروبس تبعتهم او سب جروبس، وبنشوف مين اقرب جهه لنا تمتلك نفس الايه السب جروبس. مثلا جزء من مرضانا احنا بتعالج وين؟ في مصر،
وجزء منها بتعالج في فلسطين المحتلة عام 48، صح ولا لا؟ الآن يا هل ترى المرضى اللي في غزة بيحتوى على نفس الأنتجين من الهيباتيتس بي سيرفيس أنتجين واحد ولا أكثر من واحد؟ فبنقدر نعرف من وين مصدر. فممكن هذا التعرف على المصدر ناخد قرار إنه نمنع مرضانا يروحوا على هذه المنطقة لأنهم بيكتسبوا مثلا فيروسات من هذه. الآن كيف بتم التصنيف؟ في عندي بنات كومون جروب سبيسيفيك أنتجين اسمه A و 2 sets of epitopes إما D or Y، يعني الإبيتوبس بيكون إما D إما Y، وفي ست تانية ست يعني مجموعة مجموعة هي إما W أو إما R. طيب الآن أنا عندي صار عندي أربعة أحرف والحرف الـ A خمسة. تعال نطلع على كيف مشت معانا الأمور وصاروا أربعة. الـ A كومون للكل ولا لا؟ هاي A وهي A وهي A وهي A. الآن طلعوا لي D اختيرت مرة مع من one set مع مين؟ مع W من other set. الآن اختيرت D مرة أخرى من one set تمام؟ مع ال R من الست الثانية، وبالتالي بصير عندي فقط قديش أنا؟ أربعة اللي هم سيرو تايب. كمان مرة الغرض منهم ليس روتين تيستينج، يعني هذول بندورش عليهم احنا في الفحوصات، لكن في الدراسات الوبائية لابد البحث عن هذه الانتيجين. لماذا يتجه هذا الفيروس سبيسيفيكالي للليفر؟ ما الذي يجعل الليفر محبب لهذا الفيروس؟ في سببين يا بنات. انه الليفر سيلز لها ريسبتورز او عليها ريسبتورز تمام بيرتبط فيها الهيباتايتس فيروس سيرفيس انتيجين سبيسيفيكالي. هذا بيسهل عمليه مين؟ الانتري للفيروس. في كمان له عميل جوا اللي هو الفيروس، إله ترانسكريبشنال فاكتور أو ترانسكريبشن فاكتور، شايفينه هنا؟ found only in the hepatocyte. هذا الترانسكريبشن فاكتور هو اللي بيساعد الفيروس على إيه؟ على إنه يعمل الريبليكيشن تبعه أو يصنع الـmRNA وبالتالي يستمر في عملية الريبليكيشن. Humans are the only natural host for HPV. ما عندناش معلومات انه في مخلوقات اخرى عندها هيباتايتس بي فيروس. There is no animal reservoir. Hepatitis viruses are the only viruses that produces genome DNA by reverse transcriptions with mRNA as the template. طب هذا الكلام بعكس مين؟ يعني اللي نعرف عني على HIV، HIV عنده reverse transcriptase لكن بيشتغلش mRNA كقالب. الـ HIV بيشتغل على الـ RNA جينوم تبعه كقالب لكن مش على mRNA. هذا بيستخدم المسنجر RNA كقالب يتحول منه مين؟ DNA. إذن هو الفيروس الوحيد اللي بيمتلك هذه الخاصة. Some of the progeny DNA integrates into the host cell genome. الآن هنا دخلنا في موضوع إنه جزء من الـ copies تبعت المادة الوراثية تبعت الفيروس قد يعني يصير لها دمج، دمج يعني معنى آخر integration للهوست جينوم. طب وش يعني؟ بقولنا هذا بفسر لنا why some people may يعني convert from acute stage to اللي هو latency أو الكارير ستيت إنه يضل حامل لهذا الفيروس. Progeny HPV with its hepatitis surface antigen containing envelope is released from the cell by budding. فاكرين لما تكلمنا عن الريبليكيشن احنا قلنا لكم بنات انه الفيروس هو داخل الخليه الحيوانيه بينتج السيرفيس انتيجين تبعه او الانتيجينات تبعته وبيطلعها وين؟ في الممبرين تبع الخليه المصابه، وهو طالع بياخذ جزء من الممبرين، فبالتالي هو بياخذ الممبرين بالاضافه لمين؟ للانتيجينات تبعته اللي هي السيرفيس انتيجين. وكلمه budding بتعطينا ايحاء بانه ايه؟ انه الخليه ما زالت كما هي، ما بصيرلهاش destruction. Transmission and epidemiology of hepatitis B. Three main modes of transmission. واحدة blood. اثنين during sexual intercourse. ثلاثة perinatally يعني من الأم إلى المولود. الملاحظة اللي إنه غزة الإبرة
اللي سحبنا فيها دم او اللي نقلنا اللي استخدمها واحد ونقلها لانسان تاني, انه بتنقل الفيروس او بتنقل المرض, هذا مؤشر على انه ايش في عنده فيريميا, لو ليفل ولا هاي ليفل, هاي ليفل فيريميا. بعكس مين؟ هيباتايتس A اللي احنا حكينا عنها قبل قليل. HP infection is especially prevalent in addicts. Addicts اللي هم المدمنين, اللي هم مدمنين المخدرات. Who use intravenous drugs, اللي بيستخدموا, هو طبعا تعرفين العقاقير مختلفة. في عقاقير بيخدوها عن طريق الفم, عن طريق التدخين, عن طريق الأنف بيستنشقوها استنشاق, وفي عبر اللي هو الحقن. وآخر مخدرات, صارت مخدرات رقمية ديجيتال. يحط يستمع الى اصوات في اذنيه ويحصل على مفعول المخدر, وهي مخدرات للاسف تنتشر بشكل كبير في مجتمعاتنا العربي, زي موسيقى يعني يا بنات, يعني ويف لينث معين بيعمل ستيميوليشن للدماغ, تمام, ف وبيحصل اللي هو الاثر النشوه اللي بيحصلها الاشخاص اللي المؤقته هذه اللي بيستخدموها من المخدرات. تمام. Screening of blood for the presence of HPSAG has greatly decreased the number of transfusion associated cases of hepatitis B. في شغلتين احنا عملناهم في العالم وبالفعل خفضوا نسبة الإصابة بالهباتيتس B. واحد الفاكسينيشن, هنلاقي انه في فاكسين, احنا ذكرناه لما تكلمنا عن هباتيتس A, قلنا في توينريكس, مظبوط. فالفاكسينيشن كانت عامل مهم. انتوا بعرفش انتوا مواليد قديش؟ لا يعني معنا حكي ماخدين فاكسين ومرتاحين, يعني الاجيال اللي قبلكو اللي كنا بالتحية الطبية كنا كل دفعة نطلعهم على المستشفى يتدربوا, كنا نعمل لهم فاكسينيشن لهباتيتس B. معنا احنا كنا كمان كنا مخطين انه المفروض انه احنا نطعمهم لحد ما يدخلوا الجامعة, لانه برضه بتعاملوا مع ابر في المختبرات, الا انه بسرعه الايام جرت ولقينا انه الاجيال اللي صارت وصلنا من الاجيال اللي تلقت مين؟ تلقت هذا الفاكسين. اذا اول خطوه البلد سكريننج, في البلد تيستينج سيرفيس, في بنوك الدم, يعني لا يوجد الان وحده دم تنقل من انسان الى انسان الا تكون مفحوصه للهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين, وبالتالي هذا خفض عدد الاصابات الى عدد قليل جدا. يعني حتى هيباتيتس سي يمكن في غزه صارت اعلى من هيباتيتس بي, يعني انخفض العدد الى بالفعل عدد كبير جدا. اوكي. طبعا فكروا فيها, blood transfusion هو modern procedures, يعني قبل 100 سنه ما كانش في حاجه اسمها blood transfusion, لا كان في نقل دم, ما كانش في نقل دم. There must be another natural route of transmission. يعني الأصل إنه نقل الدم مش هو الأساس في عملية مين؟ اللي هو نقل اللي هو الفيروس, لأنه هو قلنا عنه recent procedures أو medical procedures. It is likely that sexual transmission and the transmission from mother to child during birth or breastfeeding are the natural routes. يبقى الأساس في الانتقال هو sexual transmission. Enveloped viruses such as HPV, خدوا بالكو, هذا بنقول احنا بينتقل عن طريق الدم, وبينتقل عن طريق اللي هو sexual intercourse, وبينتقل عن طريق مين؟ اللي هو الام الى المولود. بينما هيباتيتس سي الانتقال الرئيسي تبعه عبر الدم, عبر الدم. والانتقال ممكن يعني في بعض الدراسات بيقول انه ممكن ينتقل, لكن الكفاءة تبعته في الانتقال عبر السيكشوال انتركورس او عبر المدر تو فيتاس هي ضعيفة جدا. اذا المين هي السي. طبعا مدام سي بينتقل عن طريق الدم, ليش منتشر عندنا بشكل في مصر الهباتيتس سي؟ يعني ممكن يكون وعود انتخابية, يعني لما انا بدي اترشح للرئاسة في مصر لازم اقول لهم انا بدي احل مشكلة مين؟ هباتيتس سي, لانه مشكلة كبيرة جدا, لانه دم, لانه دم, ويمكن يكون كمان كلمة دم يعني blood transfusion ومفيش تيستينج كويس, او ممكن يكون في practices انتشار مخدرات او عدم الحلاقين
الشفرات تبعتهم، اطباء الاسنان اللي بيخلوا الاسنان بادوات مختلفه. اذا موضوع الدم بدناش نتخيله فقط هو بلود ترانسفيوجن، قلنا ممكن مخدرات، ممكن حلاقين، ممكن اطباء اسنان، ممكن اطباء حتى المستشفيات. للاسف كثير من مرضانا اللي طلعوا يعملوا عمليات في مصر رجعوا لنا بهيباتيتس اي سي. والغريب في الامر انه الفحص متوفر من زمان، مش جديد يعني الفحص للهيباتيتس سي. فانا صاير مستغرب يعني لماذا لهذه اللحظه المشكله قائمه. ولما بنتكلم عن مصر احنا بنتكلم عن 100 مليون انسان، 100 مليون انسان لما تكون النسبه فيهم 3% 5% او 10%، هذا رقم ايه؟ رقم ضخم، يعني بيشكل عبء على المرضى انفسهم وعلى الحكومه ايضا. فلو استثمروا في جانب البريفنشن، انا متاكد انه خلال فتره وجيزه الان هم بيستخدموا عقار اسمه سوفالدي، عقار اسمه سوفالدي فيري اكسبنسيف افكتيف تريتمنت للهيباتيتس سي، لكن فيري اكسبنسيف. فلو استثمروا هذه المبالغ اساسا او جزء منها في البريفنشن، انا متاكد انه بعد فتره هيعود عليهم بالنفع بشكل كبير. اوكي. It is likely that sexual transmission and transmission from mother to child during birth or breastfeeding are the natural routes. هذا speculation، يعني تخمين. Enveloped viruses such as HPV are more sensitive to the environment than non-enveloped viruses and hence are more efficiently transmitted by intimate contact. Intimate contact يعني اتصال الحميم زي sexual contact. Non-enveloped viruses such as HAV are quite stable and are transmitted via the fecal oral. لأنه قلنا لكم هي مش enveloped virus. Hepatitis B virus is found worldwide، موجود في كل العالم، but is particularly prevalent in Asia، في آسيا. يعني نسبة الانتشار تبعته أعلى في آسيا. طبعا بدكم تميزوا انه كمان مره انه الجغرافيا قد لا تكون هي السبب، قد يكون تطور البلدان اللي في تلك الجغرافيا وعدم تطورها هو السبب، الحاله الاقتصاديه لتلك البلدان هو يكون السبب. طلعوا على الارقام الجايه. Globally more than 300 million people are chronically infected. عارفين شنو 300 مليون؟ قربنا على ربع مليون او اكثر، عفوا قربنا على نص مليون مليار انسان chronically infected with HPV and about 75% of them are Asians، يعني اسيويين. There is a high incidence of hepatocellular carcinoma، برضو هذه ربطناها مع بعض، hepatocellular carcinoma سرطان الكبد اللي بنسميه هيباتوما in many Asian countries، a finding that indicate that HPV may be a human tumor virus. نعرف انه في بعض الفيروسات بسميها اونكو فيروسز، وشفنا بعض منها خلال دراستنا السابقه. فقلنا انه ما دام في نسبه عاليه من هيباتوما وقد نعزوها لمين؟ لهيباتيتس بي، يبقى هيباتيتس بي ممكن نصنفه احنا من مين؟ من التيومر فيروس. Immunization of against HPV in Taiwan، وتايوان طبعا الان دولة اسيوية من الدول المتقدمة مش من الدول المتخلفة، يعني ارتقت بشكل كبير تايوان وصارت دولة صناعية ومنتجة يعني للالكترونيات والصناعات الكثيرة، فبالتالي صار في تحسن كويس في النظام الصحي اكثر من معظم الدول العربية. الimmunization للHPV in Taiwan has significantly reduced the incidence of hepatoma in children. فكير لما كنا نتكلم عن البابيلوما فيروس، ولا نسيتوه البابيلوما فيروس كان برضو أونكوجين مزبوط، قلنا في strains منه بتعمل cervix cancer، وقلنا انه عملنا vaccine وقلنا الفاكسين هذا يعني against cancer، لانه مدام بيحمينا من الفيروس اللي بيسبب الكانسر يبقى احنا عملنا فاكسين ضد مين؟ ضد واعتبرناه انه ذا فيرست. الان هناك منافس له في هذا المجال، اذا افترضنا انه هذاك بيمنع الكانسر وهذا بيمنع الكانسر، فالتنين الان بيمنعوا الكانسر. It appears that HPV vaccine is the first vaccine to prevent a human cancer. والحقيقه انه HPV عفوا HPV هذا اللي هو هذاك HP هذا HPV
فاكسين كان قبل اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس فاكسين. المره الجايه ان شاء الله بنكمل الباثوجينيسيس والإيميونيتي وباقي الفيروسات.